السلام عليكم، معاكم أندري كمال من فريق الاي تي الخاص بمشروع الفاتورة الإلكترونية. الفيديو ده احنا هنتكلم فيه على ازاي نتعامل مع الاكواد الجي اس 1، ازاي نسجلها على المنظومة، وخاصة معالجة المشكلة اللي بتحصل لما باجي بصدر فاتورة باستخدام كود معين فبيقول لي الكود ده مش موجود عندك. فهنشوف ازاي دلوقتي نعالج المشكلة دي ونسجل الأكواد دي بحيث ان احنا نقدر نستخدمها في اصدار الفواتير بتاعتنا. اول حاجة عندي بدخل على المنظومة بتاعت الفاتورة الالكترونية من خلال الـ URL المعروض قدام حضراتكم، طبعا كلكم عارفينه، الخاص بالبورتال بتاع الـ invoicing او منظومة الفاتورة. يعني بسجل الدخول بتاعي على المنظومة من خلال اليوزر نيم والباسورد، بيدخلني على الصفحة الرئيسية لمنظومة الفواتير. بختار اوبشن كود، ومن خلال الصفحة دي بدخل على اد كود يوسج، الاوبشن اللي في اليمين كده فوق بيفتح لي الصفحة اللي بقدر من خلالها اسجل او اسيرش الاول على الكود بتاع الجي اس 1. بحط في الخانة دي الايتم كود بتاعي اللي هو الكود بتاع الجي اس 1 اللي انا محتاج اسيرش عليه، وبدوس على سيرش. بيديني تفاصيل الكود كلها، تمام، والاكتيفيشن ديت بتاعي كان من امتى، وكل الديسكريبشن بتاعت الايتم. بعمل اد، بيبتدي الايتم يتضاف عندي في قواعد البيانات بتاعتي وقواعد بيانات المنظومة الخاصة بالفاتورة الالكترونية. عشان اتأكد ان الكود ده فعلا اتضاف عندي واقدر استخدمه، بعمل سيرش عليه من خلال الصفحة اللي انا فيها، بحط الكود بتاعي، بيديني الكود والنيم بتاعه كده. بقى انا اتأكدت ان الايتم بتاعي ده اتضاف في قواعد البيانات وبقدر استخدمه بسهولة من غير ما يديني الايرور او المشكلة اللي بتظهر معايا في اصدار فاتورة على ايتم معين. شكرا لحضراتكم.